المشاهدون الفاضل، لا طيب الله أوقاتكم أينما كنتم، بكل خير أحييكم وأقدم نشرة أخبار المساء من الفضائية الإريترية وأستهلها بالعناوين. إريتريا تشارك في اجتماع قمة الإيجاد في جيبوتي. إحياء اليوم العالمي للتبرع بالدم. جهود لحماية التربة والمياه في الإقليم الجنوبي. خامنئي يلمح إلى أمكانية إبرام اتفاق نووي مع الغرب. الناتو ودول حليفة تجري أكبر مناورة جوية في تاريخ أوروبا. وأمطار غزيرة تودي بحياة 27 شخصا على الأقل في باكستان. السلام عليكم ورحمة الله. شارك وفد إريتري عالي المستوى يتكون من وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح ومستشار الرئيس السيد يماني قبرهاب في اجتماع القمة الدولي 14 لمنظمة الإيجاد الذي انعقد في جيبوتي اليوم 12 من يونيو، مؤكدا عضوية إريتريا في المنظمة. وأكدت إريتريا في الاجتماع على العمل بالتعاون مع جميع الأعضاء لتحديث وتقوية الإيجاد وتعزيز دورها في السلم والاستقرار والتعاون الاقتصادي الإقليمي. وذكرت إريتريا في الاجتماع منح اهتمام خاص للتنمية لكونها العامل الدافع للسلم والأمن الإقليمي، وشددت على ضرورة التنسيق الإقليمي للعلاقات والشراكة الخارجية، وأن تمول الإيجاد برامجها بنفسها، وأهمية الأمانة في تطبيق المبادئ والقوانين والتعليمات الموجودة في دستوره. وأكدت إريتريا بشدة على قيام الإيجاد بدور طلعي لحل الأوضاع التي يشهدها السودان. أزاوا تضم المنظمة الحكومية للتنمية الإيجاد دول إريتريا وإثيوبيا والسودان وجنوب السودان وجيبوتي وأوغندا وكينيا والصومال. تم يوم أمس في مدينة كرن إحياء اليوم العالمي للتبرع بالدم على مستوى البلاد تحت شعار بالتبرع الدائم بالدم ننقذ الحياة. وقال رئيس جمعية المتبرعين بالدم فرع إقليم عنسبة السيد النور همد إن المناسبة للإشادة بالمتبرعين الطوعيين بالدم والدعوة لغير المتبرعين، موضحا بأن الهدف الأساسي للمناسبة إنقاذ حياة الناس بالتبرع المستمر بالدم. وذكر ارتفاع عدد المتبرعين الطوعيين بالدم في إقليم عنسبة، موضحا بأن التبرع بالدم الذي لم يتجاوز 400 كيس في عام 2019 ارتفع في العام 2022 بأكثر من 270% ليصل إلى 1118 كيسا من الدم، وتوسعه من الطلاب إلى عمال المؤسسات الحكومية والجيش والشعب عامة. وأوضحت رئيسة الجمعية الوطنية للمتبرعين الطوعيين بالدم السيدة ألم برهي تجميع كمية جيدة من الدم فوق المتوقع خلال فترة وباء كورونا نتيجة للدور الواعي والمتفاني للشعب والمتبرعين الطوعيين. وأشارت إلى الجهود المرضية الجارية لإيصال هدف تبرع الدم بنسبة 100% من المتبرعين الطوعيين. وقال مدير بنك الدم الوطني الدكتور يوهانس تخستي إن المناسبة تذكر المتبرعين بالدم لاستدامة التبرع، مشيدا بدور الجمعية لضمان توفير الدم للمستشفيات. وأشاد حاكم إقليم عنسبة السفير عبد الله موسى في ختام المناسبة بدور الجمعية الوطنية للمتبرعين الطوعيين بالدم لإنقاذ الحياة، داعيا لتقوية التنظيم للارتقاء بالوعي المتنامي للتبرع بالدم. وشهدت المناسبة مناشط تعكس أهمية التبرع بالدم. وقدمت الجوائز والشهادات التقديرية للفائزين في مسابقة المعلومات العامة التي نظمت بمناسبة اليوم العالمي للتبرع بالدم والمتبرعين النموذجيين. أعلن قسم الزراعة والأراضي في الإقليم الجنوبي أن جهود مثمرة تبذل لحماية التربة وحفظ المياه لإخصاب التربة. وأفاد المدير العام للقسم السيد يماني أباي في الاجتماع الذي عقد يوم 9 من يونيو في مدينة مندفرة بمشاركة مسؤولين ومهنيين من المكتب المركزي لوزارة الزراعة والإقليم هطول أمطار الربيع في جميع المديريات بالإقليم شهري أبريل ومايو لتنمو جيدا مزروعات الربيع. وأوضح في التقرير الذي قدمه عن أنشطة تنمية النباتات والثروة الحيوانية والتنمية المروية تحقيق نتائج مرضية من تنمية بذور القمح المحسنة ووجود برنامج لإيصال بذور البطاطس والكتان لجميع المزارعين.
وذكر توزيع أكثر من 21 ألف لتر من السماد السائل والمبيدات الحشرية الطبيعية للمزارعين في الأشهر الأربعة الأولى من هذه السنة لتسيير النشاط الزراعي الخالي من المواد الكيميائية، وقد حقق نتائج جيدة لمكافحة الأمراض ورفع الإنتاج. وطالب الاجتماع لاتخاذ إجراءات سريعة للسيطرة على الأدوية الزراعية والحيوانية غير القانونية في الأسواق والتوعية لاستخدام المناحل الحديثة وزراعة البذور الزيتية. وأوصى وزير الزراعة السيد رفاين برهي للعمل بوسيلة مستدامة لبرامج حماية التربة وحفظ المياه والدفع بالزراعة الخالية من التربة لتخفيف نقص العلف الحيواني وتقوية مبادرات توسيع زراعة البطاطا الحلوة لضمان الغذاء المتكامل. وشدد حاكم الإقليم الجنوبي سيد هبتاب تسفازيون على أهمية العمل المنسق لإنجاح استراتيجية تأمين الغذاء، مؤكدا على توظيف إدارة الإقليم كل مواردها لإنجاز أعمال بناء خزانات المياه قيد الإنشاء وإصلاح مساقط المياه. أفاد مدير مديرية أفعبت السيد أحمد محمد نور رجب أن الجهود متواصلة لحل إشكالية مياه مدينة أفعبت وضاحية أفعيون في مديرية أفعبت الناتجة بسبب أعطال المعدات وشح مياه الآبار. وقال إن البرنامج ينفذ عبر مشروع الدهلو رقم 3، وقد تم حفر 7 آبار في أفعبت وضواحيها وتركيب 6 خزانات سعة حوالي 5000 برميل، وسيجري العمل لمد أنابيب المياه وبناء 7 محطات لتوزيع المياه، وشهد بمشاركة الشعب وأفراد قوات الدفاع لإنجاز العمل. وأشار إلى حل إشكالية المياه أيضا في ضاحيتي مهداف وأقبقب وبناء سدود صغيرة. وذكر سكان مهداف وأقبقب أنهم كانوا يسيرون لمسافة طويلة للحصول على المياه، معربين عن الارتياح لحصولهم على المياه عن قرب. أحدثت الأمطار المصحوبة بالرياح القوية التي هطلت في 7 يونيو في ضاحية حرت في مديرية عالدقيح أضرارا بالمنازل. وأوضح مدير الضاحية السيد سلطان القسوم بأن العواصف المطرية اقتلعت سقف 6 غرف بالكامل وألحقت أضرارا بالممتلكات. هذا وتبعد ضاحية حرت 17 كيلومترا إلى الغرب من مدينة عالدقيح. فاز الدراج الإريتري بنيام قرماهي عضو فريق انترماشر البلجيكي بالمرحلة الثانية من طواف سويسرا المنظمة اليوم. وفاز الدراج بنيام بالمرحلة الثانية من السباق قاطعا المسافة البالغ طولها 173.17 كيلومتر في 3 ساعات و53 دقيقة و37 ثانية، بعد منافسة قوية مع الدراجين المشهورين ديماري أرنولد وفان آرت وبيتر ساغان وآخرين. وقد احتفل بفوزه مع المشجعين الإريتريين القادمين من مختلف المدن السويسرية. هذا ويستمر طواف سويسرا الذي بدأ أمس 11 يونيو بسباق الساعة الفردي يستمر حتى 18 يونيو ويغطي 1097 كيلومترا. بعد الفاصل سيأتي يعود بالأخبار الخارجية. قال المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي إن الغرب لا يمكنه منع إيران من صنع أسلحة نووية إذا أرادت مواصلة برنامجها للأسلحة النووية، وذلك وسط تصاعد التوترات في شأن الأنشطة النووية المتقدمة للبلاد. ونقلت وسائل إعلام إيرانية رسمية عن خامنئي قوله إنه من الممكن التوصل إلى اتفاق مع الغرب حول أنشطة طهران النووية إذا ظلت البنية التحتية النووية للبلاد من دون مساس. ودعا خامنئي السلطات الإيرانية إلى عدم الرضوخ للمطالب المبالغ فيها والخاطئة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، مضيفا أنه يجب احترام قانون أقره البرلمان الإيراني في عام 2020. وقال مكررا موقف بلاده الرسمي أن إيران لم تسعى أبدا إلى صنع قنبلة نووية، وأشار إلى أن الحديث عن أسلحة طهران النووية كذبة. وأحجم متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية عن الإدلاء بتصريح محدد للتعليق على ما قاله خامنئي، وكرر موقف إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن الولايات المتحدة ملتزمة بعدم السماح أبدا لإيران بامتلاك سلاح نووي.
يجري حلف شمال الأطلسي أكبر مناوراته الجوية في تاريخ أوروبا بتنسيق من ألمانيا، ويهدف لإظهار وحدة صف أعضائه أمام التهديدات المحتملة لا سيما من روسيا. وسيستمر تدريب اير ديفندر 23 حتى 23 من يونيو، وسيضم نحو 250 طائرة عسكرية من 25 دولة عضو وحليفة لحلف شمال الأطلسي، منها اليابان والسويد المرشحة للانضمام إلى الحلف الدفاعي. وسيشارك نحو 10,000 شخص في هذه المناورات الهادفة إلى تعزيز التشغيل المشترك والحماية من المسيرات وصواريخ كروز في حال وقوع هجوم على مدن أو مطارات أو موانئ واقعة ضمن أراضي حلف شمال الأطلسي. وستشمل المناورات تدريبا عملياتيا وتكتيكيا خصوصا في ألمانيا وأيضا في تشيكيا وإستونيا ولاتفيا. أودت أمطار غزيرة تبعتها رياح عاتية ب27 شخصا على الأقل، بينهم 8 أطفال في شمال غربي باكستان حسب ما أعلن مسؤولون. وضربت العواصف 4 مناطق في إقليم خيبر بختونخوا، وبين القتلى حسب المصدر نفسه 5 إخوة تتراوح أعمارهم بين 2 و11 عاما. وقال المتحدث باسم سلطة إدارة الكوارث تيمور علي خان لوكالة فرانس بريس أن 12 شخصا على الأقل دفنوا أحياء بعد انهيار أسقف وجدران منازلهم. وأعلنت السلطات حالة الطوارئ في المناطق الأربع. في الوقت نفسه يشق إعصار طريقه عبر بحر العرب باتجاه سواحل باكستان والهند، ومن المتوقع أن يصل إلى اليابسة في نهاية الأسبوع. وقالت السلطات الباكستانية إنها ستبدأ بجلاء بين 8,000 و9,000 أسرة من على طول الساحل في إقليم السند، بما في ذلك في مدينة كراتشي الساحلية الضخمة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 20 مليون نسمة. بعد توقف لمدة 3 أشهر تظهر لقطات مصورة الحمم البركانية وهي تتناثر في الهواء في مشهد مهيب بعد ثوران بركان كيلاوا في جزر هاواي التابعة للولايات المتحدة. وكان مسؤول المسح الجيولوجي الأمريكي قد أكدوا أنه تم رصد توهج في صور الكاميرا المباشرة من حوض البركان، مما أشار إلى حدوث ثوران جديد. وتم تبديل مستوى تأهب البركان من تحذير إلى متابعة لأن معدلات الانصباب العالية الأولية انخفضت ولا توجد بنية تحتية مهددة. هذا ولفتت الهيئة إلى أنه تم تخفيض تحذيرات الطيران من الأحمر إلى البرتقالي. وبركان كيلاويا يعتبر اليوم أكثر البراكين نشاطا في المنطقة، وهو أحد البراكين الخمسة التي تتألف منها جزر هاواي في وسط المحيط الهادئ. نختم نشرة الأخبار بتذكير بالعناوين. إريتريا تشارك في اجتماع قمة الإيجاد في جيبوتي. إحياء اليوم العالمي للتبرع بالدم. الدراج بنياما يفوز بالمرحلة الثانية من سباق سويسرا. خامنئي يلمح إلى إمكانية إبرام اتفاق نووي مع الغرب. الناتو ودول حليفة تجري أكبر مناورة جوية في تاريخ أوروبا. وأمطار غزيرة تهدي بحياة 24 شخصا على الأقل في باكستان. انتهت نشرة أخبار المساء، قدمتها لحضراتكم من الفضائية. شكرا لمتابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.